بحكم احنا تديونية راهو في سليمان عندنا معضلة كبيرة في النقل، سورتو نهار الاثنين وفي أيام الذروة. راهو معناتها الطالب وإلا العامل وإلا راهو يتعرض معناتها لضغوطات كبيرة في النقل، سواء في المراكز وزاد معنا النساء الكبار وعنا الرجال، معناتها راهو معضلة كبيرة في النقل. احنا طالبنا عم تقدمنا معناتها حل من الحلول أنه التاكسي الجماعي هذه اللي تخت للرياض، أنه تمكنها السلطات المعنية من أنها توصل للصدرية. خاطر أول حاجة صعب نقص الضغط على الجهوية، ثاني حاجة ما يكون معناتها فما تنوع في وسائل النقل. وفي المرويح مثل من تونس وإلا جماعة اللي في صدرية، راهو عندنا محطة في صدرية الجهوية للنقل تجي معبية من تونس، الكار جي معبية من تونس، ساعات بحكم الضغط وبحكم أنها معبية واكتظاظ كبيرة تتعدى على صدرية وما تقفش، العبيد تبقى بالساعة وبالساعتين تستنى، ومعناتها ما فماش حتى حل، معناتها راهو معناتها عبيد بالرسمي تعبة في مشكل النقل في سليمان.